طيب في أسئلة واستفسارات قبل ما نبلش بالمحاضرة؟ طيب الموضوع شوي مش جديد عليكم، اللي هي الـ ABO Blood Grouping System. رح نحكي عن اللي هو المفروض تعرفوا إنه البلود بتكون من الوايت بلود سيلز والآر بي سيز، وفي عندنا بروتينات، وفي عندنا اللي هو الووتر. هاي المين كومبوننت للبلود. رح نحكي عن اللي هو الجروبنج للبلود، اللي هو حسب اللي هو بيعتمد على الار بي سيز. الار بي سيز الاوتر لاير للار بي سيز اللي هو الممبرين، فيها سيرتن انتيجين، هو عباره عن الانتيجين اللي موجود على الار بي سيز مكون من اللي هو جلايكوبروتين، يعني بروتين بلس شوجر، وهي اللي بتحدد نوع اللي هو الدم لكل شخص فينا. طبعا هذا الانديفيدوال كل شخص فينا بصير له انهيرتنت للجين تو اليل فروم يعني ماذر اند فادر. في عندنا بعض الناس عندهم سبيسيفيك انزيم بتضيف شوجر زياده على الانتيجين الموجود على الممبرين تاع الار بي سيز، فهو اللي بحدد عندنا اللي هو نوع البلود جروبينج حسب اللي هو الشوجرز اللي صار لها اديشن على الممبرين تاع الار بي سيز. فهذا الشكل العام لل يعني الاوتر ممبرين. طبعا كلكم بتعرفوا ان عندنا ليبيد باي لاير، ليبيد باي لاير اللي هو تو لاير من البلازما ممبرين لكل خليه، والار بي سيز من هاي الخلايا. طبعا في عندنا اللي هو هذا الكونتنت اللي انتم شايفينه، هو اللي بنسميه انتيجين اتش. الانتيجين اتش موجوده في البلود جروبينج او واي وبي، كل انواع البلود جروبينج هذا البيسك ستراكشر للانتيجين اللي بيحدد نوع النوع نوع اللي هو نوع البلود لكل شخص فينا. متكون من جلوكوز، وفي عندنا الفركتوز، في يعني شوجر مع بروتين. في بعض الاشخاص عندهم انهيرتنت لانزيم محدد من المذر والفذر، حسب يعني طبعا كل شخص فينا حسب الوالد والوالد حسب القليل اللي ورثهم. في عندنا بعض الاشخاص في عندهم انزيم بضيف عندنا اللي هو هذا الجروب اللي هو ان اسيتيل جلاكتوزامين على جروب A، وبيضيف عندنا في عندنا انزيم ثاني اللي هو جروب بي، بيضيف عندنا اللي هو دي جلاكتوز، بيضيف بحدد اللي هو الاتش انتيجين. فحسب اللي هو وجود هذا الانزيم مثلا عندنا الاي، في عندنا جين مخصص في عند هذا الشخص اللي دمه A، هذا الانزيم بيعمل كودنج لانزيم اسمه ترانسفيريز اللي بيعمل اديشن للان اسيتيل جلاكتوزامين على التيرمينال شوجر من الطرف على هي الاتش انتيجين اللي هو البيسك الموجود عند الكل. هذا الانزيم اسمه ان اسيتيل جلاكتوز امين ترانسفيريز، بتضيف ان اسيتيل جلاكتوز امين على الاتش انتيجين فبصير عنده دم نوعه ايه. النوع الثاني اللي هو بي، اللي عندنا بي جين كود فور انزيم ذات اد دي جلاكتوز، بضيف دي جلاكتوز على التيرمينال شوجر اللي على الطرف من اللي هو الاتش انتيجين اللي هو عند الاو كمان موجود، فبصير عندنا دي جلاكتوز ترانسفيريز. هذا اسم الانزيم اللي بيضيف هذا الجروب، فبصير عندنا نوع بي. طبعا التو جينز هو انهرتد زي ما حكينا من التو بيرنت. ممكن هذا القليل طبعا البلد جروب ممكن يكون هيتيروزايغوس او هوموزايغوس اللي هي على يعني وراثه مندل بالضبط، انه A او مثلا اللي هو دمه A ممكن يكون هيتيروزايغوس A او B، يعني يا ما بكون A او او B او على السيرفيس تاع اللي هو الريد بلود سيلز، واذا كان هوموزايغوس دمه مثلا بيكون AA، القليل الاول اخذه من ابوه A واللي من الام كمان A، والبي كمان هون اللي اخذوا من الاب كان بي واللي اخذوا من الام بي، فهي بنسميها هوموزايغوس. واذا كان عندنا اي او يعني في عنده اخذ القليل من الام، في انزيم بيصنع اللي هو بيضيف الجروب اللي هو على الاي، وفي ممكن يكون الاب او اخذ الاب، وكذلك البي نفس الشيء. الفينوتايب اذا كان عندنا واحد موجود قليل واحد من الـ A فبتطلع عندنا الفينوتايب دمه A، وهي بنسميها كودومينانس اكسبريشن، يعني اذا كانت ظهرت فقط قليل واحد من الام او من الاب ممكن هو كافي لظهور الصفه على الشخص، ظهور الصفه على الشخص. فهي موجوده عندنا اللي هي كودومينانس اكسبريشن زي ما انتم شايفين، وهي كثير عندنا مهمه ان نعرف شو نوع اللي هو البلود لكل شخص فينا. يعني احنا ممكن نعرف من الام والاب،
إذا ما كان عندنا عينة للشخص ممكن نعرف نتوقع، إذا بنعرف نوع دم الأم أو نوع دم الأب ممكن نتوقع إيش هو دم اللي هو الابن. مهم برضو كمان في عمليات اللي هو كمان تحديد النسل أو عفوا النسب، أحيانا بعتمدوا عليها إنه إذا كان مثلا دم الأب نوع محدد والأم مش ممكن يجيبوا نوع مختلف. فهي أنا مثلا بعض الإكسامبلز على الجينوتايب كيف بيكون عندنا. فمثلا عندنا اللي هو اذا كان مامز فينوتايب جروب A، الجينوتايب A O يعني هيتيروزايغوس، والداد عندنا الفينوتايب له جروب B اللي هو بي او عندنا كمان هيتيروزايغوس. فلما نعمل اللي هو البانل سكوير تاع اللي كنا نستخدمه في المندل قوانين المندل العاديه، فبيطلع عندنا ممكن يطلع عندهم في العائله 25% A B دمهم، 25% A هيتيروزايغوس، 25% هي كمان بي هيتيروزايغوس، ممكن يطلع عندهم 25% كمان او. فهيك احنا بنقدر نحذر شو الاشياء اللي ممكن تكون موجوده في العيله انواع الدم المختلفه. هاي بعض اللي هي كمان الاكزامبلز كمان مختلفه بالنسبه اذا كان مثلا عندنا اذا كانت المام اي اي والداد بي بي هيموزايغوس 100% لازم يطلعوا كل الاولاد اي بي. مستحيل تلاقي في هاي العيله اذا كان فعلا النسب صحيح إنه تلاقي مثلاً واحد دمه A لحاله أو واحد B لحاله، لأنه راح يصير في عنا اللي هو كان هو مزايق صحيح يظهر عنا، واثنين راح يظهر عنا اللي هو 2 أليل فبكون عنا دمهم A B. طبعاً البي أو إذا كانت مثلاً المام بي أو اللي هي يعني هيتيروزايغوس بي، وإذا كانت عندنا O يعني ما في عندها أي أنزيم لا A ولا B حتى يطلع، فبتكون عندنا O 50% of each 50% رح يكونوا B ورح يكونوا كمان هيتيروزايغوس مش هوموزايغوس، و 50% رح يكونوا طبعا دمهم O هوموزايغوس، الO دائما هوموزايغوس. إذا كان عندنا المام والداد اثنين O هوموزايغوس فبصير عندنا اللي هو 100% O، مستحيل تلاقي AB في هاي العيلة. و 50% مثلا هون في عندنا هون A ال O كان دم المم O والداد كان A بس هيتيروزايغوس، 50% راح يكونوا A و 50% راح يكونوا O. يعني قوانين مندل العادية. بالنسبة للبلاد جروبينج في عندنا ايش بنسميه لاندشتاينر رول، يعني وهي اللي هي لاندشتاين اسم العالم اللي وجد هاي القاعدة. فكان كل واحد دمه مثلا نوع دمه A بيكون عنده في جسمه انتي بادي اجينست B، يعني كل واحد في عنا حسب نوع دمه، إذا كان دمه B رح يكون عنده antibody against A، واللي دمه O ما رح يكون عنده antibody، اللي دمه O رح يكون عنده antibodies A و B against A و against B، واللي دمه AB رح ما رح يكون عنده ولا أي نوع من الantibodies. طبعا الحديث هسه حتى رح نحكي عنها في المناعة في الصيف إن شاء الله، فيش theory إنه طب كيف يعني هو هذا الشخص دمه A وعنده antibody against B، طب من وين هو شاف البي اصلا؟ يعني من وين يجت البي؟ حدا عنده فكره؟ حدا متبرر له بالدم بسبب انه صار عنده نزيفه او سبب ثاني يعني. حدا عنده تفسير ثاني؟ بس عشان احكي معلومه عشان الكل يكون بيعرف انه انت لما تنولد بس تنولد بيكون عندك antibody، اذا كان دمك A بيكون عندك من الولاده antibody against B نفسه. يعني انت عندك دمك A مباشرة بتلاقي لو تاخذ فحص دم بتلاقي عندك انتي بادي اجينست البي. انت لسه لا هسه مولود لا شفت ولا حدا تبرع لك ولا اي اختلاط باي دم ثاني، فانت موجود عندك انتي باديز مسؤوله عن يعني اذا انها مباشره تتفاعل مع نوع الدم المعاكس لنوع دمك. يعني اذا دخل عندك بي مباشره بتتفاعل مع هاي الانتي باديز وتعمل لهم الاساس. حدا عنده فكره شو او سمع عن النظريه؟ طيب النظرية الوحيدة اللي حديثها هسه اللي بيحكوا عنها انها يعني انا راح احكي انا رايي فيها، بس هاي النظرية الوحيدة اللي هي معروفة لحديثها هسه انه بيحكوا انه كونه هو جلايكوبروتينز البروتينز اللي موجودة على الاي والبي والنوع البي بي والاي، فاثناء اللي هو اثناء الحمل فبكون الطفل اثناء الحمل تعرض للي هو اصابة او شاف انتيجين مشابه للاي والبي، شاف فصار في عنده أنتيبادي تصنعت في جسمه أجينس اللي هو الدم المعاكس. طب كيف ما هو هي مشابهة وبيحكوا في أنواع كثير من البكتيريا فيها اللي هو هاي الشكل الجلايكوبروتين الموجود عندنا على الـ RBCs.
فهو يعني شافه في أثناء تطور اللي هو في أثناء تطور الجنين فهو شافه، فهي بتيجي من الولادة معه. طيب طب إذا هو دمه A في عنده antibody against B، طب أنت قلتي ممكن يكون تعرض لبكتيريا فيها A وفيها B صح ولا لا؟ طب يعني ما ليش ما صار في عنده antibody against A اللي هي نفس نوع دمه؟ ما هو شاف بكتيريا ممكن تكون فيها B وممكن تكون فيها A. فاهمين علي السؤال؟ آه فاهمين. في حد عنده جواب؟ دكتورة الأم ما لها دور الأم؟ لا، من ناحية إيش لها دور؟ يعني هي حسب نوع دمها هي؟ ما بعرف، بس يعني البلاسنتا إيش زيها؟ حسب البلاسنتا بشكل عام، عشان كمان راح أقرأ كمان بالمناعة بالتفصيل، الأنتيبادي الوحيد اللي بيقدر يعمل له كروس للبلاسنتا هو الآي جي جي، واللي بيعملوا البلاد أجلوكسينيشن اللي موجودين، اللي الأنتيبادي الموجودين في البلاد أصلاً هم نوعهم آي جي إم، هم أصلاً ما إجوا من، يعني ما إجوش من عند الأم، ما إجوش من ناحية الأم. أوكي، حسب يمكن لأنه الـ A تعرف على كسلف أنتيجين. أيوة بالضبط بالضبط، هذا هو الجواب، إنه أنا لأنه أنا أصلاً الـ A موجودة عندي على خلاياي، فهو تعرف عليها أثناء تطوره بجهاز المناعة، تعرف عليها إنه هي سلف، حتى لو شافها في بكتيريا خارجية مشابهة له فهي مشابهة للبروتين الموجود على السلف، فما صارش عنده أنتيبادي. اوكي، بالنسبه للبي لانها هي مش موجوده عنده على خلايا، فهي شافها فورن، يعني شيء مش موجود عنده، فصار في تصنيع الانتي بودي. ها هي النظريه الوحيده اللي حديثها صعب بتفسر انه ليش عندي الانتي بودي من الولاده اجينس اللي هو البلاد جروبنج المختلفه عن نوع الدم. طبعا هاي مهمه كثير بنوع الدم، انا مهمه مع عرفته عشان اللي هو كمان البلاد ترانسفيوجن، راح يعطيك الدكتور منتصر هذا بالتفصيل على البلاد ترانسفيوجن. انا ما بقدر انقل نوع دم مختلف من شخص لشخص ثاني الا اذا كان في تشابه او تطابق ممكن ياخذ من بعض، لانه بصير له عندنا هوموليسيس. طبعا احنا عندنا الفور جروبس الاساسيات في البلاد جروبين، كلكم بتعرفوها، الاي يعني بتكون هيتيروزايغوس، يعني بتكون هوموزايغوس، البي نفس الشيء، وفي عندنا الاي بي، وفي عندنا الاو. حسب بشكل عام الجروبينج اللي هو، انا بذكر كان في سلايد بس انا شايله هاي انا سوري هاي الفشقه، بس ارجع احكي عنه شوي وبعدين نرجع نكمل. الاي بي تايب اللي هم او والاي والبي والاي بي. هسه هاي الدراسه من الاردن انا اخذتها، بالاردن بالعالم بشكل عام اكثر نوع منتشر هو الاو، لكن في الاردن لما اخذوا دراسه يليها الاي، في الاردن اللي هو اكثر نوع دم منتشر هو الاي، يعني نسبة البلود جروبينج A في الجوردانيان بوبوليشن هي 38%، أعلى إشي هي تقريبا 39 هي الجروب A. وحتى إحنا لما أنا أعطيت المختبر اللي هو البلود جروبينج أعطيناه عملي، كان تقريبا في 80 طالب عملنا، يعني كل معظم اللي فحصوا دمهم كانوا A في اللاب، يعني فهي النسبة تقريبا اللي هو A أكثر إشي كان موجود في اللاب عندي. الأو بتيجي وراها بالنسبة، وبعدين عندنا اللي هو البي، وأكثر إشي طبعاً الدم اللي بتعرفوه نادر بتسموه الفصيلة النادرة هي الأي بي، نسبتها قليلة جداً تقريباً 7% في البوبيليشن. هذا عندنا في الأردن. في العالم بشكل عام اللي هو لو أخذناها في العالم، في عندنا 45% تقريباً اللي هو الأو. الأو ما عليهاش طبعا لا A ولا B أنتيجين، فهي عشان هيك بسموها O أنتيجين. الشخص اللي بيكون دمه O في عنده أنتيبادي against A و B موجودة في البلاد all the time في البلازما، وعشان هيك هي ما بياخذ غير من إيش، من اللي دمه O زيه، عشان إيش هو بعطي ناس، بعطي هو نسميها الفصيلة الكريمة. الأو بتعطي المعظم أو الكل لأنها هي ما عليهاش أنتيجين، لكن هي ما بتاخذ غير من O، لأنه إذا دخلت لها دم A راح يتفاعل الأنتيبادي اللي against A، وإذا دخلنا لها B راح يتفاعل الأنتيبادي against B. الجروب A بتيجي عالميا اللي هي وراها 40%، ما عليهاش B، عليها A وما عليهاش B جروب. في عندنا أنتيبادي لأنه دم A، فعندنا against anti B، فعندنا أنتيبادي against B موجودة في البلازما all the time. جروب بي اللي هو طبعا 11
11% within the population ما عليهاش أنتي no antigen A. هذا في حدا عنده سؤال؟ These individual موجود عليهم عندهم antibody اللي هو against بقدر يفتح المايك ويسأل إذا حدا عنده سؤال. حد حدا رافع إيده بعرفش ليش. أنا دكتور عندي سؤال. تفضل. دكتور انت قلتي فصيلة الدم او عنده التو انتيبودي ما عندهش ولا انتيجن صح؟ صح. طيب بس وقلتي كمان انه بنعطيه لاي فصيل دم. طيب بس لما قلنا نعطيه لواحد فصيل الدم وايه صح عنده الانتيجن ايه عند خلايا الدم تبعته مثلا طيب هذا طب الانتيبودي اللي موجود او ما بتاثر على فصيلة الدم اللي ما في انتيبودي اجينس او ما في antibody against O. Against A دكتورة. إيه. طيب ما هو ما عليها. أنت دخلت له RBCs. ال RBCs ما عليهم مش. ما عليهم مش. دخلت له RBCs O. ما عندهم مش. يعني ما عندهم مش. دكتورة راح بقى. كم علي؟ تمام. فأنت دخلت لهم ال O. ال O ما عليه إشي. ما عليه لا A ولا B. عشان هيك هو بياخذ منه. طيب الاي بي عليه هي اقل زي ما حكينا اللي هي اقل نسبه موجوده في البوبوليشن 4% في البوبوليشن هاي وورد بالعالميا طبعا البوث موجود عليها اي والبي انتيجين موجودات عليها وهو موجود ما في عنده انتي بوديز عشان هيك هو زي ما بحكوا لك هو الدم البخيل دائما بسموه بشكل بالعامي بحكي عن الدم البخيل لانه هو ما بيعطي حدا لكنه بياخذ من الكل لانه ما عنده انتي بوديز في 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 السيركيليشن يعني لو جبت له اي نوع واعطيته اياه ما راح يصير في عندنا هيموليسيس للار بي سي اللي بتدخلهم عليه فهو بياخذ من الكل بس ما بيعطي غير الاي بي زيه طيب بالبلاد جروبينج بهمنا برضو كمان انتيجين موجود على اللي هو على الار بي سي موجود وبيحدد عندنا اللي هو نوع الدم اللي هو ياما بيكون بوزيتيف ياما بيكون نيجاتيف ونسميه رايزرز فاكتور او العامل الرايزيزي هو بشكل عام احنا نفكره واحد هو انتيجين واحد لكن هي مجموعه من الانتيجينز مقسمين اي بي سي في عنا اي بس احنا اللي معروف عنا اللي هو الدي اذا كان عنا موجود هذا الانتيجين بنسميه بوزيتيف واذا كان عنا مش موجود في يعني مش موجود عند الشخص طبعا هاي كمان برضو من وراثي يعني بتيجي كمان جينيتيكلي اذا كان عنده موجود بنحكي عنه بوزيتيف واذا كان عندنا مش موجود على الار بي سي بنسميه نيجاتيف طيب فهي على الدي انتيجين هم اكثر شيء بالبوزيتيف والنيجاتيف هو الدي انتيجين بيستخدموا الدي انتيجين اذا في عندنا اي لو دوروا اكثر راح تلاقوا في عندنا اي انتيجين اي في بعض الانتيجينز الثانية الموجودة الـ RBCs بس ما بيستخدموا بوجود virus factor بيستخدموا وجود الانتيجين دي وجوده أو عدمه طيب هو مش زي الـ AB system الـ individual اللي ما إذا كان عندك أنت العامل الرايزيزي أو عندك الـ D antigen موجودة ما بيكون عندك antibody وإذا كان عندك كمان مش موجودة ما بيكون عندك antibody زي الـ ABO system العادي يعني انت زي ما حكيت لما ننولد بيكون عندنا antibodies against اللي هو الدم المعاكس او الدم اللي مش موجود عندي او الانتيجين مش موجود في بس بالنسبه للعامل الرايزيزي هو مش موجود antibody against the antigen في جسمنا الا اذا تعرض له وشافه الا اذا شافه يعني اذا شافه الجسم بيصنع antibody اذا ما كانش اصلا هو موجود عنده كسلف وشافه دخل دم وكان بوزيتيف يعني شخص موجود عندنا دمه نيجاتيف ما عنده الدي فرحت انا نقلت له من شخص ثاني بوزيتيف عنده الدي اول ما بيدخل الدم بتشكل عندنا انتي بودي اجينست ذس انتيجين اللي هو دي لانه ما شافه مش موجود عنده بس بتصنع في نفس الوقت يعني بصير عندنا تفاعل مش مباشره بس بصير عندنا انتي بودي اجينست ذس انتيجين هي مش موجوده المعروف انه دي انتيجين هو فيري اميونوجينيك شو يعني فيري اميونوجينيك كثير بحفز الجهاز المناعي يعني بسرعه ومنتج انتي بودي اجينست ات مباشره بس يدخل على الدم فدائما بالنيجاتيف والبوزيتيف لازم كمان مش بس انا احدد الار جروب اللي هو بحدد مش بحدد فقط اللي هو نوع الدم عشان اعمل بلاد ترانسفيوجن بيهمني برضه اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف بالنسبه للانتيجين دي او الرايزس فاكتور هو موجود ولا مش موجود دكتوره تفضلي بدي اسالك سؤال هلا يعني على
حسب يعني بس بدي أتأكد من شغلة. هلا يعني بدنا ننقل دم لحدا لازم أول إشي نعرف فصيلة الدم، نوع الدم يعني شو هو، ونشوف إذا كان موجب أو سالب. صح؟ صح صح خلاص. هذا مهم، العامل مهم. تمام. طيب most important اللي هو بالنسبة للpopulation زي ما حكينا هي هو rises العامل اللي هو النيجاتيف والبوزيتيف بالنسبة للانتيجين دي مهم بالإشي مسميها هيموليتك أنيم اللي هو newborn هيموليتك أنيميا، وأكيد أخذت عنه بجزء بالباثولوجي شرحته للدكتورة هبة عنه، بس إحنا رح نحكي بشكل عام. المشكلة إنه إذا كان في عنا إذا كان عنا الأم نيجاتيف للعامل الرايزيسي وكان زوجها بوزيتيف للعامل الرايزيسي، ولما يصير في عنا حمل بيكون عنا الولد أو البيبي اللي حاملته الأم بيكون عنا بوزيتيف زي الأب. فدائما الأم لما تحمل ويعملوا لها أول فحص دم بالحمل بيسألوها إيش نوع دم جوزها، هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. إذا كانت هي نيجاتيف، إذا كانت هي بوزيتيف ما يعني مش مشكلة، إذا كان دمها بوزيتيف عادي، لكن إذا كان هي دمها نيجاتيف وزوجها بوزيتيف في مشكلة. في مشكلة إذا كان الجنين عندي إيش بوزيتيف. ليش هاي المشكلة؟ هي ما بتصير زي ما كنتوا بتعرفوا، ما بتصير في الحمل الأولاني اللي كانت في حامل اللي هو البيبي الأول، المشكلة بتصير في الحمل اللي وراه. يعني اللي بيصير عندنا في بيصير عندنا اختلاط في أثناء عملية اللي هو الديليفري للبيبي، في بيصير في عندنا اختلاط بين دم الأم ودم البيبي، فبيدخل عندنا الأنتيجين إذا كان هو بوزيتيف فبتدخل نوع من جزء من دمه لجسم الأم. إذا دخل من جسم الأم من دم البيبي لجسم الأم كان بوزيتيف، يعني في عنده دي وهي ما عندها دي، فمباشرة بتفعل جهاز المناعة معه وبنتج أنتي بوديز أجينست دي، وتضل هاي الخلايا محفوظة في الجسم، تضل موجودة عندها للحمل الثاني. في الحمل الثاني لما يصير في عندي حمل ويكون البيبي الجديد بوزيتيف، يعني هو زي أخوه اللي قبله بوزيتيف، فبصير عندنا كروس البلاسينتا من الانتي بوديز اللي هي اي جي جي، فالاي جي جي تدخل لداخل اللي هو البيبي يعني لداخل البلاسينتا، وبتصير عندنا تهاجم الار بي سيز اللي موجودين في البيبي، وبصير عندنا اللي هي عمليه اللي هو ديستركشن الار بي سيز، ممكن تؤدي لانه يصير عندنا اجهاض للبيبي هذا ويموت. طبعا عشان يتجنبوا هذا الشيء دائما بيعملوا بعطوها اللي هو الابره للأم بعد الولادة الأولى عشان تمنع تكوين اللي هو الانتيبوديز أجينس اللي هو بوزيتيف دي أو الانتيجين دي. واضحة هاي اللي بشكل عام اللي هي المشكلة في البوزيتيف والنيجاتيف في عملية اللي هو الهيموليتك ديزيز في نيو بورن اللي بتصير. بصير عندنا سنسيتايزيشن للأم، بصير عندها إنتاج للانتيبودي، والانتيبودي بيضل أو الخلايا اللي بتنتج الانتيبودي بيضل محفوظة. ممكن يصير في عندنا اللي هو كروس البلاسينتا وتهاجم عندنا النيو بريجننسي اللي هو اذا كان في عندنا بوزيتيف. اذا كان نيجاتيف ما بيكون في عندنا مشكله، بس اذا كان بوزيتيف بيكون عندنا مشكله بالتشايلد، بصير عندنا ديسشارج لهذا التشايلد. واضح؟ انت ماري، بس احنا خلينا ناخذ عشان هذا الجدول بلخص كل اللي حكينا. البلاد جروب عندنا 4 بلاد جروب، الاي والبي والاي بي والاو. الانتيجين الموجودة على السيل في البلاد جروب هو A، لكن الانتيبادي هو انتي بي. الترانسفيوز وذ جروب ممكن تاخذ من ال A وممكن تاخذ من ال O، يعني يا ما بتاخذ A يا ما بتاخذ O. نوع دم A او O ممكن يتبرع لها. البي بلاد جروب B، الانتيجين الموجود على السيرفس هو B، والانتيبادي اللي هو اجينست اللي هو A ممكن تاخذ من البي او من ال O. طبعا الـ AB ممكن تاخذ طبعا الـ A والـ B، الانتيجين الموجودة على السيرفس هو الـ A والـ B موجودين الاثنين. الانتيبوديز موجودة في البلازما ما في عندي انتيبوديز. الترانسفيوز وذ جروب اللي هو ممكن حكينا بياخذ من الكل لانه ما عنده انتيبودي، فبياخذ من كل انواع الدم اللي هو AB الـ A الـ B او الـ O، بياخذ منهم كلهم. بالنسبة للي دمه O هو مش موجود على السيرفس اي انتيجين لا A ولا B. الانتي موجود عنده الانتيبادي هو انتي اي وانتي بي، وبياخذ فقط من الاو جروب، يعني بس بياخذ منه دمه نفسه اللي هو او بياخذ منه، فهو كريم زي ما حكينا، ولكنه كريم على الناس بس مش على نفسه. دكتوره تفضلي. هلا شو مكان الاو فيها موجب وسالب ولا بس او لحالها؟ لا فيها موجب وسالب، يعني الانتي انا دمي او بوزيتيف، في
جمال. طبعا احنا بنحدد العامل الرئيسي بوجود الانتيجين دي، يعني اذا كانت هي او مش موجود عليها لا اي ولا بي، بس ممكن يكون موجود عليها الدي. اذا كان موجود عليها الدي بيكون بوزيتيف، اذا موجود عليها بيكون نيجاتيف. حتى لو كان بوزيتيف او نيجاتيف ما بتاخذ الا من نفسها، من فصيلتها نفسها، صح؟ اه ما لها علاقه. هي الخطوه الاولى دائما بالبلد انه تتطابق فصيله الدم اللي هو الاي والبي والاي بي والاو، بعدين بيطلعوا البوزيتيف والنيجاتيف. هسا اذا كان نيجاتيف عادي، انا اذا كان نيجاتيف بقدر اعطيه للكل. فاهمين علي؟ يعني انا اذا دخل اذا نوعه نيجاتيف ودخلته ما يعني حتى لو كان هذا الشخص يعني عنده انتي بودي او تكونت انتي، ما فيش عليه انتيجين حتى يتفاعل مع جهاز المناعه. فاهمين علي؟ يعني النيجاتيف بينعطى، يعني انا بعطيه لاي حدا لانه ما راح يحفز جهاز المناعه انه يعمل اي شيء، اي رياكشن. تمام. بس بضل بالبوزيتيف في مو في مو في في اشكاليه. بس النيجاتيف دكتور بيعطي البوزيتيف، بس البوزيتيف ما بيعطي. ايوه اكزاكتلي. في هذه اذا صار في ان البلد ترانسفيوجن، ان بهم عمليه اللي هو الترانسفيوز للبلد اللي هو البلد جروبينج، لازم يكون عندنا متطابق. اذا دخلنا شيء مش متطابق ممكن يصير في ان مباشره بصير عندنا ديستركشن للي هو الار بي سيز اللي بدخلها، لانه انا عندي هذول الانتيجين موجودين وفي انتي بودي اجينست مباشره الانتي بودي بتفاعل، وطبعا الانتي بوديز هذول موجودين في السيركوليشن، فمباشره بصير عندنا اجلوتينيشن للبلود. يعني في نفس اللحظه لانهم هم ما بدهم وقت حتى يتصنعوا، زي مثلا العامل الرايزيزي بده وقت حتى يشوف الانتيجين ويطلع انتي بودي، بس هذول they are circulating the antibody all the time. فانا في ثواني اذا دخلت دم مش صحيح على الشخص مباشره بصير له ديستركشن للبلد اللي دخلته. اوكي دكتوره، بس لو سمحتي ورا بخمس سلايدات، لو سمحتي دكتوره ورا بخمس سلايدات قولي وين اوقف. هاي هي ايوه. اول نقطه بس ما وضحت عندي شيء عادل، هي الابعد لك اياها. هو مش زي بي او انتيجين، احنا بنحكي لك الدي انتيجين انه ما في عندي انتي بودي اجينست ذيس انتيجين موجودين في البلازما. يعني انا الاي والبي والاو طبعا ما فيش انتي بودي اجينست او الاي والبي، الانتي بوديز الموجودين بيكونوا ذي ار سيركوليتنج اول ذا تايم، وبيجوا مع الولاده. يعني اول ما ينولد الشخص بيكون الانتي بودي موجودين في الدم وبيضلوا موجودين على طول. بالنسبه للدي ما في عندي انتي بودي بيجوا من الولاده، يعني اذا هو دمه نيجاتيف ما فيش عندي انا اني عندي شيء اجين في الدي الا اذا شاف الدي. فهم علي؟ يعني اذا انا دخلت له دم بوزيتيف دي وشافه الجسم هو كان نيجاتيف، فمباشره بصير عندي انتي بودي، تصنيع الانتي بودي يعني بصير جهاز المناعه يتفاعل معه كانه دخل جسم غريب، وببلش ياخذ وقت بصنع انتي بودي وبتبلش العمليه انه يتفاعل الانتي بودي مع الانتيجين دي. يعني الانتي بوديز مش موجودين زي الاي بي او من الولاده. فهمت علي؟ اذا شاف الدي بصنع انتي بودي. ايوه شكرا دكتور. دكتور الانتي بودي اي بي اوريدي فاوند ان ذا بلاد. يس يس موجودين اذا حسب نوع دمك. طبعا حسب نوع دمك، إذا دمك A بيكون الانتي بودي against B موجود، وإذا دمك B بيكون عندي ال B موجود. مش اثنين موجودين إلا إذا كان نوع دمك O. طيب دكتورة، إذا هو من الولادة عنده ال D antigen ما رح يصنع انتي بودي D، لأنه حتى لأنه سيلف. لأنه سيلف. هو سيلف. أسئلة ثانية؟ أنا ما بطلعش على الشات أحياناً، إذا في إشي ممكن تحكوا مباشرة. حدا عنده يحكي مباشرة؟ طيب أنا عشان لأني تأخرت شوي، مش أتأخر في البارت الثاني مهم كمان. طيب واضح الـ RBC الـ Blood Grouping، ورح يحكي لكم الدكتور منتصر محاضر كامل عن Blood Transfusion بالنسبة للميديسن. رح يحكي زمان رح يتفصيل شو اللي بيصير لما ينقلوا دم في المستشفيات. طيب البارت الثاني المهم اللي هو مسميه Major Histocompatibility Complex أو MHC Class أو Human Leukocyte Antigen، وهذا كثير مهم اللي هي عملية اللي هو Major أساسي Histocompatibility Histo من Tissue Compatibility، إنه يكون مطابق للهيستو للتيشو، وComplex لأنه بيصير له Expression من أكثر من جين. طبعاً
يعني لما تي كلاس 1 لما تي كلاس 2 ما بعرف اذا سمعت عنه قبل هالمره او صار معكم، بس عشان تكونوا عارفين كل شخص عندنا او كل واحد فينا في عنده هويه لجسمه، يعني في ماركر موجود على كل خلايا جسمه بيحدد يعني بيكون خاص فيه زي الهويه الشخصيه لك. واي شيء بده يدخل يعني، وهي مهمه كثير في عمليه اللي هو تيشو ترانسبلانتيشن، اذا اي حدا بده ياخذ من تيشو لتيشو ثاني مش زي البلاد اوكي، بدك تاخذ من شخص لشخص ثاني وتعطيه تيشو، بدك تتاكد من تطابق الانسجه دائما. ايش هو تطابق الانسجه؟ اللي هو الميجر هوست كومباتيبيليتي كومبلكس، او اللي هو ريسبتور اللي موجود على كل خليه من خلايا جسمنا واسمه ام تي كلاس 1. نشوف شو هم بالضبط عشان يكون واضحين اكثر. طيب هم ايش هم الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس الام تي كلاس، وبالانسان اسمهم هيومن ليكوسايت انتيجين، بسموها هيومن ليكوسايت انتيجين لانه اول شيء شافوه بالهيومن كان على الليكوسايت. هم موجودين النوع اللي هو ام تي كلاس 1 او هيومن ليكوسايت انتيجين 1 موجود على كل خلايا جسمنا. هم عباره عن ايش؟ سيت اوف سيل سيرفيس بروتين مهمات في اللي هو الاميون سيستم، ومن خلالهم الاميون سيستم بيعمل ريكوجنيشن للفورين موليكولز الموجوده في الفيرتبريت اللي هو هاي موجوده خاصيه في الفيرتبريت فقط. وبحدد عندنا اللي هو هوست كومباتيبيليتي، هي بتحدد كمان التطابق. هم نوعين ام ات سي كلاس 1 وام ات سي كلاس 2. عشان تكونوا عارفين ام ات سي كلاس 1 found in all enucleated cell ام ات سي كلاس 1 أو human leukocyte antigen 1 موجود على surface for all enucleated cells. لما بحكي all enucleated cells معناته إيش؟ الخلية الوحيدة اللي بجسم اللي ما فيها nucleus هي مين؟ RBC. RBC الوحيدة اللي مش موجودة عليها هذا اللي هو الماركر تبع خلايانا. وعشان هيك لما نعمل tissue transplantation بهمني التشو يتطابق من ناحية اللي هي مالكوسايت أنتيجين، لكن بالنسبة للار بي سيز أنا بس بهمني تطابق نوع فصيلة الدم. وهي أنا بحسها سبحان الله رحمة من رب العالمين، لأنه تخيلوا لو أنت كل ما بدك تيجي تنقل دم من شخص لشخص لازم يتطابق بالأنسجة، كيف تخيلوا شو حتكون الحياة صعبة؟ يعني قديش كل لحظة قديش بصير في عنا بلد ترانسفيوجن. يعني أنا إذا بدي بس أخذ بلد من شخص بس مطابق إلي في الأنسجة رح قديش يكون في عندي صعوبة في الحياة. يعني فهي الخلية الوحيدة اللي ما عليها الماركر الموجود على كل خلايا جسمنا هي الـ RBC MHC class 1. هالنقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للـ MHC class 1 اللي هو ريسبتر موجود على الـ all enucleated cell، وظيفته الأساسية إنه إذا دخل له endogenous antigen، يعني إذا دخل أنتيجين أو ميكروب أو أي شيء بتفرن عن الجسم بدخل لداخل الخلية، وفي عنا طبعاً intracellular antigen، يعني في زي مثلاً intracellular antigen زي إيش؟ إيش الـ intracellular antigen الأساسي؟ أو خلينا نحكي ميكروب، الميكروب الأساسي اللي هو intracellular، بإيش يشتغل intracellular؟ مين هو؟ فيروس. الفيروس هو ايش؟ يعني المين اللي في بعض البكتيريا انتراسيلولار، بس هي الموست اللي بيقدرش يعيش غير انتراسيلولار هو الفيروس. اذا دخل عندي انتراسيلولار فيروس او انتيجين داخلي داخل الخليه، جهاز المناعه ما بيشوفه لانه داخل الخليه. فشو وظيفه هذا الام ات سي كلاس 1 اللي موجود على الاول نيوكليتد سيل؟ انه يعمل برزنتيشن لهذا الانتيجين اللي دخل للداخل. كيف يعني؟ اذا دخل فيروس بياخذ هذا الخلية نفسها اللي عليها كل خلايا جسم اللي عليها هذا الماركر، تاخذ جزء من هذا الفيروس تعمل له برزنتيشن على السيرفيس عشان تشوفه التي لمفوسايت اللي هي خلية التي لمفوسايت اوكي. فكل خلايا جسمنا فيها نيوكليوس ومعرضة للإصابة بالفيرال انفكشن صح، الا الار بي سي. يعني الفيروس طبعا كلكم بتعرفوا انه الفيروس بيستغل اللي هو الانزيمز الموجودين في داخل النيوكليوس تاعت الشخص وبعمل ايش؟ تكاثر صح ولا لا؟ هو لحاله ما بيقدر يتكاثر الا اذا دخل على خليه فيها نيوكليوس صح ولا لا؟ بيستخدم
الانزيم تاع الانزيم الموجود في النيوكليوس وبيعمل ريبليكيشن لنفسه وبتكاثر، صح ولا لا؟ فالخليه الار بي سيز ما فيها نيوكليوس، فهي ما بتنصابش بالفيروس، اوكي؟ فهي واحده من انه هي ما عندها اصلا هذا الماركر، فما بتعمل برزنتيشن للار بي سيز. هي ممكن تنصاب ب انترسيلولار، خلينا نحكي باراسايت، بس بفيروس ما بتنصابش الار بي سيز. نفس الار بي سيز ما بيعيشش فيها فيروس، اوكي؟ الباراسايت بيقدر يتكاثر لحاله بدون مساعدة الخلية، بس بالنسبة للفيرال هي ما عندها يعني ما بده نيوكليوس حتى يقدر يتكاثر، بده نيوكليوس عشان ياخذ الانزيم اللي موجود فيها عشان يعمل ريبليكيشن لحاله. طيب، فهو زي ما حكيت، بس عشان نرجع نرتب المعلومات عشان ما تضيعوش، عندي اسمه ميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس، هو نوعين، ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2. الام اتش سي كلاس 1 موجود على الاول نيوكليتد سيلز، على الاول نيوكليتد سيلز يعني كل خلايا الجسم ما عدا الار بي سي، اوكي؟ الام اتش سي كلاس 2 اللي هو البارت الثاني موجود فقط على الاميون سيلز، على بعض الاميون سيلز وفي بعض التيشو، بس مش يعني الاكسبريشن تاعه مش عالي كثير، فهو موجود فقط على الاميون سيلز. طب شو وظيفتهم هذول غير انه الام اتش سي كلاس 1 هو ماركر لكل خلايا الجسم؟ عشان هيك هو مهم بالهيستو كومباتيبيليتي. الوظيفة الأساسية لهم إنهم يعملوا برزنتيشن للأنتيجين اللي بيدخلوا لداخل الخلية عشان يفرجوهم للإميون سيلز. يعني الام اتش سي كلاس 1 بعمل برزنتيشن للإنتراسيلولار باثوجين، والام اتش سي كلاس 2 بعمل إيش؟ برزنتيشن للإكستراسيلولار أنتيجين. كيف بعمل؟ ليش موجودة خلايا المناعة بس؟ ليش موجودة خلايا المناعة بس؟ لأنه خلايا المناعة هي اللي بتعمل إيش؟ فاجوسايتوسيس للإكستراسيلولار أنتيجين للبكتيريا مثلاً، بتكون برا بعملها فاجوسايتوسيس. طب عملها فاجوسايتوسيس خلاص انتهت مهمتهم؟ لا، بعملوا إيش؟ بعمل برزنتيشن على السيرفس من خلال الام اتش سي كلاس 2. يعني مثلاً الماكروفاجز تعمل فاجوسايتوسيس، بس عمل فاجوسايتوسيس للإكستراسيلولار كان برا وهي عملت له فاجوسايتوسيس دخلته لداخلها، بتاخذ بارت من هاي البكتيريا بتعملها برزنتيشن على السيرفيس تاع اللي هو خلايا المناعي تاع الماكروفاجز عشان تفرجي للتي لمفوسايت. يعني هذول الام اتش سي كلاس 1 و 2 هم اللي بيتعاملوا مع التي سيلز. التي سيلز حكينا المره الماضيه مكونه من تو بارت، في عنا إيش نسميه تي هيلبر وفي عنا سايتوتوكسيك تي لنفوسايت. تعرفوا وظائفهم؟ تي هيلبر متذكرين حكينا عنهم المحاضرة اللي ما حكيت الار بي سي، متذكرينهم؟ الهيلبر بتساعد البي سيل تفرز الانتي بودي عشان تفرز الانتي بودي، و تي سيل سايتوتوكسيك تتفاعل مع اللي هو إيش الفيرالي انفكتد سيلز عشان تعملها سايتوكسيك تعملها كيلينج. فكل خلية في جسمنا عليها ام اتش سي كلاس 1 تعمل برزنتيشن للفيروس للسايتوتوكسيك تي لمفوسايت، واي خلية مناعية زي الماكروفاجز بتفرجيها للتي هيلبر عشان تساعد البي لمفوسايت بإنتاج الانتي بودي. الستراكشر تاعهم الكلاس 1 مكون من يعني هو ريسبتر واحد بس مكون من ثلاثة تشين اللي هو A و B و C بيسموهم، موجود على الأول نيوكليتيد سيلز، بعمل وظيفته بعمل برزنتيشن للإندوجينيوس أنتيجين موجودة للتي لمفوسايت اللي هي سايتوتوكسيك. سايتوتوكسيك اختصارها سي دي 8 بوزيتيف، احنا يعني لقيته سي دي 8 بوزيتيف أو لقيته سايتوتوكسيك هي نفسها. طيب كلاس 2 موليكلز عليه هيومن ليكوسايت A اللي هو الهيومن ليكوسايت أنتيجين اللي هو دي ار دي كيو دي بي على السيرفيس، بيكونوا موجودة على البي لمفوسايت، موجودة على المونوسايت، موجودة على الماكروفاجز، على الدندريتك سيلز، وهذول كلهم اميون سيلز، ماشي؟ بيعملوا اكتيفيشن للتي لمفوسايت، بفرجوا الانتيجين اللي بيكون اكزوجينيوس. طب كيف اكزوجينيوس؟ هم عملوا فاجوسايتوسيس ودخلوا لجوا، اوكي؟ الانتيجين بيفرجوا للتي هيلبر اللي هي سي دي 4 بوزيتيف التي هيلبر لمفوسايت. فالكلاس 1 اللي هو ام اتش سي كلاس 1 بتفاعل مع السايتوتوكسيك تي لمفوسايت موجود على الأول نيوكليتيد سيلز. الكلاس 2 بفرجي الإكزوجينيوس اللي صار لها فاجوسايتوسيس دخلت لداخل الخلايا المناعية موجود على فقط على اللي هو الإميون سيلز، بفرجيها للتي هيلبر لمفوسايت عشان تبلش تساعد البي لمفوسايت. ها
هذا الكلاس 1 والكلاس 2 هون بس تعرفوا كيف هم على السيرفس. راح نرجع نشرحهم بالتفصيل بالمناعة بس هون عشان تعرفوا كيف شكلهم. هذا كلاس 1 مكون من تين و only one chain. A alpha 1 alpha 2 alpha 3 هذول loops أو domain موجودين عليه. في عنا بيتا مايكروغلوبيلين. المطلوب منكم بس هيك جنرال هسه تعرفوه، مش بالضبط قديش ال 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 الحجم تاعه والهاي، بس إنه تعرفوا في عندي كلاس 1 مكون only من 1 chain، كلاس 2 مكون من 2 chain ألفا وبيتا، موجودين على surface كلاس 1 all nucleated cells، كلاس 2 موجود على immune cells. هون هذا المكان اللي أنتوا شايفينه هون بالنص هو اللي binding للأنتيجين، يعني الأنتيجين بيكون جوات الخلية بطلع جزء منه بيرتبط على surface هون عشان يتفاعل مع التيل انفوسايت. بالنسبة للكلاس 1 هون هي cytotoxic، كلاس 2 بتفاعل مع CD4 أو الهيلتي هيلبر، وبرضو الأنتيجين بتفرجه هون بالطريقة هاي بين البيتا 1 والألفا 1 هون اللي هي بايند الأنتيجين بايندينج سايت تاعه. مرة ثانية الأنتيجين بيكون جوات الخلية لكن هي عملت له فاجوسايتوسيس ودخلته لجوا، هون بيكون أصلا هو إندوجينيا زي الفيرال بيكون جوات الخلية، يعني صاب الخلية من جوا فبتطلع جزء منه على السيرفس. هنا كيف تتفاعل معهم؟ هاي سايتوتوكسيك تي لمفوسايت إذا كان أما تي كلاس 1 على السيرفس مفرجي إنه هاي الخلية مصابة بالفيروس، شو بيصير؟ سايتوتوكسيك تي لمفوسايت تقتل الخلية مصابة بالفيروس مباشرة، يعني أي خلية فيها فيرال انفكتد التي لمفوسايت مباشرة بتعملها كيلينج تقتل هاي الخلية. طيب تي هيلبر طبعا هي لها أكثر من نوع، تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2 بشكل يعني حسب السيتوكاين، وما بدناش ندخل فيها تفاصيل كثير بالنسبة راح تاخذوها بالتفصيل بعدين في المناعة، بس التي هيلبر 1 إذا شاف بتشوفه عن طريق اللي هو أما تي كلاس 2 على السيرفس. مرة ثانية هو بيكون برا بتعمل فاجوسايتوسيس شايفينه في فيزيكلز هون بتطلع جزء منه على السيرفس عشان تفرجي للتي هيلبر. هون التي هيلبر ممكن تشوفه عن طريق الماكروفاجز، ممكن تشوفه عن طريق البي لمفوسايت تفرجيها اياه ويصير اكتيفيشن للبي لمفوسايت. جاك تعلمت سي كلاس 1 ولما سي كلاس 2 كل واحد فيهم مكون من مجموعه من الجينات بيصير لهم اكسبريشن ات ذا سيم تايم، ماشي بعد ذا سيم تايم عشان يسموها كومبلكس. يعني مثلا اما تي كلاس 1 مكون من A و B C، هذول ثلاثة جينات مسؤولات عن الاكسبريشن تاعه على السيرفس. يعني اما تي كلاس 1 في عندي ال A وال B وال C، ال A بتطلع عندي الفا والفا 1 والفا 2 والفا 3 تشين، وال B بتطلع كمان نفس الشيء وال C بتطلع، فدائما عندي على الخلية على السيرفس ثلاثة اما تي كلاس 1، واحد نوعه A واحد B واحد C، بس بيصير لهم expression at the same time. فاهمين علي؟ يعني ثلاث جينات بيصير لهم expression at the same time، بعطوني نفس الإشي، يعني بعطيني MHC class 1 A و MHC class 1 C و MHC class اللي هو B عالسيرفس. لما MHC class 2 نفس الإشي، في عندي DQ DR DP، هون في عندي 2 chain لأنه نفس الريسبتر مكون من 2 chain ألفا وبيتا، فالدي بي عندنا هذا جين وهذا جين وهذا جين، كمان نفس الشيء بيطلعوا على السيرفس ثلاثه، يعني انا دائما عندي 3 ريسبتر مينيمم 3 ريسبتر من كل واحد على السيرفس. اوكي اما تي كلاس 1 هسه الخليه، لو بدي اسالكم خليه الماكروفاجز عليها ايش؟ عليها 1 ولا عليها 2؟ شو بتحكوا لي؟ 2 2 بس عليها 2 بوس. وفيها نيوكلياس شو بصير عليها؟ عليها 1 وعليها 2. طيب لو قلت لكم مثلا ابيثيليال سيل، الابيثيليال سيل عليها بس 1 لانه هي مش خلينا نحكي مش ميون سيل. اوكي فبعض الخلايا على السيرفس هون في عندها 3 مولكيولز، لو نحكي عن الماكروفاجز عليها 3 مولكيولز من الاي والبي والسي اللي هم ام تي كلاس 1، وعليها كمان 3 مولكيولز اللي هم دي بي دي كيو ودي ار، فبكون عليها 6. ماشي فاهمين علي؟ طيب هذول الجينات، وعشان هيك احنا خلينا بس نحكي ايش بنسميها ماتسي كلاس بوليمورفيزم، انه كل هذول الليز الموجودين في عندنا بوليمورفيزم within the population،
يعني أنا دائماً لما يجوا يعملوا تطابق بالأنسجة بيلاقوا أحياناً حتى في نفس العلم ما بيلاقوش في تطابق بالأنسجة، فكل واحد من هذول الجينات في عنا polymorphism within the population. يعني مثلاً الـ A، إحنا class 1 قلنا A و B و C الجين تاعه اللي بيطلعوا على السيرفس، مثلاً الـ A وجدوا within كل العالم حديث هسه 414 different allele. يعني أنا ممكن يكون عندي مثلاً الأليل رقم 410، واحد فيكم يكون عنده 414، واحد يكون عنده رقم الأليل تاعه رقمه 400 بدون بيقول 400 يقول 300. فعنا within the population في عنا تنوع كثير في 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 في, في الأليل تاع الجين نفسه within the population. نفس الشيء طلعوا مثلاً أكثر واحد البي عنا 728 كوبي من الأليز منتشرة في البوبيليشن في المجتمع كله في العالم كله الحديث هسه. وكمان نفس الشيء كلاس 2 كلاس كلاس 2 بالنسبة للألفا اللي هي دي بي ودي كيو ودي آر، كل واحد فيهم له نمبرز اوف أليل within the population. طبعا هاي مهمة عشان يعمل برزنتيشن للديفرنت اللي هو فيرال انفكشن اللي بتصير أو الفيروس أو حتى البكتيريا، يصير في عندنا برزنتيشن لها أكثر ونشوفها جهاز المناعة. في معلومة مهمة برضو بالنسبة للهيومليكوسايت أنتيجين، إنه في عنا كودومينانس إكسبريشن. شو يعني كودومينانس إكسبريشن؟ يعني البوث الليل من المذر والفذر بيطلعوا على السيرفيس at the same time. يعني أنا هون قلتلكوا كل جين ثلاثة كوبيس بيطلعوا على السيرفيس وبتعطوني 3 ريسبتر. بدي تضيفوا على الثلاثة اللي حكيت عنهم إنه أنا عندي كودومينانس إكسبريشن، يعني الأم لها 3 كوبيز من الأليل والأب له 3 كوبيز اللي أنا أخذتهم منه، وبيطلع عندي على السيرفس 6 من كل واحد. إذا كانت الخلية يعني مناعية مثلاً لها ماسي كلاس 1 و 2 فبيطلع عندي 6 على السيرفس، يعني 3 أليلز من الأم و 3 أليلز من الأب بيطلعوا على السيرفس لكل واحد فيهم، فبصير عندي 6 على السيرفس وكل واحد فيهم بيرتبط، ممكن يرتبط بأنتيجين ويعمل له برزنتيشن على السيرفس تاعه. ورب الله تعديها. تعديها نفسها. طيب مرة ثانية هون بالنسبة للكودومينانس إكسبريشن، أنا حكيت على السيرفس في عندي A وB وC كلهم بطلعوا at the same time صح، يعني هذا MSC class 1A وMSC class B وMSC class 1C على السيرفس. هذا الأليل أخذته أنا من الأم، خلينا نحكي عنه B mother وC mother وA mother. طيب بنفس الوقت كمان أنا أخذت قليل أخذت وراثة عن من الأب. طيب اللي أخذته أنا القليل اللي أخذته من أبي من الوالد كمان بظهر على السيرفس، يعني بيطلعوا 6 كوبيز على السيرفس، يعني بيطلع بي من الفادر بي أف وسي سي أف وأي أف كمان، فبيطلع عندي مجموعهم 6 على السيرفس، 3 من الأم و3 من الأب. أوكي. وبالنسبة لماسي كلاس 2 بنفس الطريقة، الأم اللي يستعين الأم وتعين الأب بيطلعوا على السيرفس نفس الإشي. دكتورة هلا يعني الماكروفيجز يعني عندها بيصيروا 12؟ أيوة بالضبط، أي خلية عليها لاماتي كلاس 1 و 2 at the same time بيصيروا عندها 12 على السيرفس. هسا ممكن يكون في عندي خلايا، يعني ممكن يكون في عندي الليفز متشابهة من الأم والأب، فاهمين علي؟ يعني ممكن أنا أكون الليل نفسه من الأم والأب نفسه نفس النوع. أوكي؟ فبصير عندي عدد أقل على السيرفيس، يعني أنا نفس الليل يعني، أو يعني بيكون نفس الريسبترز، مش فيش إشي في مختلف، فاهمين النقطة هاي؟ يعني أنا ممكن يكونوا التو الليل متشابهين تماماً من الأب والأم. طيب هسا في correlation between virus diseases وال HL1، يعني في بعض الأمراض في ترتبط بنوع أو في كوبي محددة من هذا ال MSC class 1 أو 2. فمثلا عندنا ankylosing spondylitis اللي هو بصيب العمود الفقري، بصير في عندنا مثلا مرتبط بال MSC class 1 كل الناس اللي عندهم B27 الكوبي تاعيتهم الليل تاعهم B27 معرضين أو كل اللي عندهم يعني بيكون عندهم ankylosing spondylitis محرضين لهذا الديزيز. فإن كذا ديزيز immune diseases مرتبطة بهذول الألين. طيب ال ankylosing spondylitis بس عشان أذكركم هو بيصير عندنا بالspinal cord، إنه هاي الجيلاتين اللي بتكون between vertebra بصير
بصير لها إيش تأكل، وبصير عنا فيوجن بين الفرتبرا بعد فترة، فالبطل يقدر يتحرك، يأثر على حركة الشخص. طيب مهمة برضو، بس أنا بجوز محاضرة نضلش عليها في 5 دقائق. فالأتقل تايبينج كثير مهمة في عملية اللي هو تطابق الأنسجة. يعني إذا أنا بدي أخذ تيشو من شخص لشخص لازم يكون في عنا تطابق، حتى يعني نسبة تطابقه تكون عالية. فيش عنا تطابق خلينا نحكي 100% إلا بين الايدنتيكال توينز، في عنا كل واحد فينا أنه عنده الأتقل الليرز مختلفة تقريبا. عملية الألوغراف مهمة، بيعملوا إيش عنا اللي هو تيشو ماتشنج بيسموها. أكثر إشي طبعا تيشو ماتشنج بهمهم اللي هو MHC class 1 اللي هي الليكوسايت أنتيجين 1، إنه يكون في تطابق بنسبة عالية بين الليز بين الأشخاص اللي بدي أخذ منهم تيشو وأزرع في شخص ثاني، حتى يكون في عنا اللي هو سكسسفول، يعني تكون عملية ناجحة. لازم يكون الألية فيها تطابق عندي حتى أقدر أخذ. بس هاي أنا حطيت لكم إياها في نقطة هون في الأخير عشان ما تضيعوش كثير في لما تصير. إحنا يعني في تفاصيل كثيرة أنا ما حكيتهاش لأنه المحاضرة بتحملش أكثر من هيك. لما تصير كلاس 1 أو أما تصير الميجر هيرس كومباتيبلتي كومبلكس، هو بوليمورفيك لوكس بيعمل الإنكودينج للهيومن ليكوسايت أنتيجين. الأنتيجين إنكودد باي هيومن ليكوسايت أنتيجين ريسبونسبل فور اللوغراف تيشو أند أورجان ريجكشن، هو المسؤول عنه اللي هو 1 اللي هي الليكوسايت انتيجين 1. فلازم يصير في عندي ماتشنج بين التيشو زي ما حكيت، حتى يصير في عندي نقدر نعمل زراعة أعضاء ناجحة. هي الليكوسايت انتيجين هو مسؤول، ما بقدر آخذ بدي أشوف كيف تطابق الأنسجه، باخذ الليف سيكونسينج، يعني باخذ بعمل سيكونسينج للأليف للشخصين عشان أشوف شو بيناتهم تطابق. وممكن آخذ كمان عندي سيرولوجي ممكن يعطيني ممكن أشوف هو بصير فيه تفاعل بين شخص وشخص ثاني من خلال هو أنتيجين ريكوجنيشن، بقدر أشوف السيرولوجي. فباخذ أنا عندي بعملوا تيشو يعني تطابق بالأنسجة عشان يتأكدوا إنه في ممكن ينتقل أو يصير عندي زراعة أعضاء لهم. مش عارف في تشات في أسئلة أو في سؤال قبل ما أنهي. دكتورة بالتيشو ترانسبلانت مش الار بي سي ما عليهم ام اتش سي 1، في البون مارو ترانسبلانت هيفرق ولا كيف؟ لا هم بالبون مارو ترانسبلانتيشن هم بهمهم الستم سيل، يعني كل لسه نيكليديت توقتيها يكون لسه ما صارت ار بي سي، يعني تمام. انا بهمني بالستم سيل. تمام دكتور. في اسئله ثانيه استفسارات؟ طيب ما فيش سؤال. بدي أنهي المحاضرة، بس بدي أذكركم في لاب بكرة وفي لاب 1 ولاب 2. رح أبعث لكم الماتيريال ورح أحدد موعد عشان أعطي مناقشة لللابات، للأسف ما فيش عملي يعني. فرح أبعث لكم الماتيريال لهم وحدد موعد عشان لاب 1 أعطي أشرح أو أشوف أسئلة عن اللاب. ويعطيكم العافية والسلام عليكم.